احنا اليوم كيف ما قال لكم سي محمد بن يحيى جينا درنا واحد الحفل بمناسبه ليله القدر في مدرسه التوحيد اللي فيه المقر ديالنا لكاع التلاميذ ديال المدرسه، ودرنا واحد بزاف ديال الانشطه باش نخليو هاد الدراري يفرحوا باش نفكرهم في التقاليد والعادات المغربيه ديالنا. دونك حنايا درنا مكياج البنيتات، نقشوا حتى البنيتات عاوتاني، والبنيتات ملي والوليدات ملي شافوا البنيتات نقشوا حتى ما بغاو ينقشوا، درنا لهم عاوتاني تصاور في العماريه البنيتات والدراري في الميدا، ودرنا لهم واحد البوشيت سوربريز لكاع التلاميذ فيهم حلويات اللي غادي ياخذوا ياكلوا، ونشطنا وشطحنا معاهم. كان واحد الجو زوين، كان واحد الجو نشاط، كانت موسيقى، الاباء شطحوا مع وليداتهم وفرحوا بوليداتهم وصوروا وليداتهم، وهادشي اللي كان عندنا. الوغ حنايا كنديروا بزاف د الاعمال في العام كامل، وهذا العمل حنايا دابا في شهر رمضان درنا تفرقنا الفطور، ولكن مولفين حنايا كنديروا شي حاجه في المدرسه، ما درنا والو في المدرسه هذا العام، داكشي علاش قلنا اجي نفرح هاد الوليدات ونشطوا معاهم، ونيت نديروا الحفل ديال ليله القدر. اليوم جينا نفرحوا الدراري الصغار في مدرسه التوحيد في هذه الليله المباركه، وندوزوا معاهم الفرحه كاملين. اختارينا مدرسه التوحيد لان المقر ديال الجمعيه المستقل متواجد في المدرسه حتى هو. طبعا جينا نفرحوا الدايل ديال هذه المدرسه هذه بالنسبه للاناث وذكور اللي كانوا المجموع ديالهم 210، وبالنسبه للاناث درنا لهم دو اتولي، وحده ديال الماكياج وحده ديال الحنه، ومن بعد صورناهم في العماريه. وبالنسبه للداري كان عندهم اتولي ديال العماريه بوحده، وعطيناهم في الاخر حلاوي. وبالنسبه في الاخر في الاخر ديال الحفل جينا درنا لهم بتيت سوبريز اللي كانوا فرحوا فيها كاملين، ونشطنا كاملين معاهم. اجواء كانت بزاف زوينه، فرحنا معاهم شطحنا معاهم، والهم اهم حاجه هي خلينا البسمه على وجوههم، وهذا هو اهم حاجه، هذا هو كان لو بيت ديالنا في هذا النهار.